دعت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ورعاية شؤون المصريين في الخارج المصريين بالخارج لقضاء عطلة نهاية العام داخل المزارات السياحية بمصر. وأكدت الوزيرة أن تلبية الدعوة ستكون بمثابة رسالة للعالم، مفادها أن سماء مصر الآمنة تستقبل رحلات طيران متتالية لترد بذلك على تربص المتربصين بها من قوى الشر وأصحاب المصالح. من جانبه أطلق حزب المصريين الأحرار حملة يدعو من خلالها المصريين العاملين في الخارج لقضاء إجازة رأس السنة في شرم الشيخ.